مرحبا مشاهدينا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من بكفي شو. الاسبوع الاخير كان اسبوع حافل بالاحداث والتصريحات والزيارات والولول. اهم التصريحات كان تصريح وزير خارجيه او رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بذكرى اتفاق مار مخيل بين حزب الله والتيار الوطني بست شباط بكنيسه مار مخيل. وصرح باسيل هذا التصريح وقال الحزب كمان بده يقر مثل ما التيار بقر انه لولا التيار ما كان صمد لا بوجه اسرائيل ولا بوجه الارهاب. حلو كتير. شو قصدك يعني كيف انه لو ما التيار الوطني حزب الله ما كان صمد بوجه اسرائيل وحارب الارهاب؟ يعني قصدك لو ما التيار الوطني حزب الله ما فات على سوريا وحزب الله ما وصل على العراق وحزب الله ما دعم الحوثيه باليمن؟ يعني قصدك انه لو ما التيار الوطني الحر ما في حزب الله من الاساس؟ ما هو شو انجاز حزب الله لهلا؟ حارب اسرائيل وحارب الارهاب داخليا بعد ما عمل شيء. شو هالتفاهم والاتفاق والفهم والعمق هيدا؟ لا واخر شيء ختم تصريحه وقال انه هو ما بمنن حدا، هو ما عم بمنن، هي منه مني ابدا. كيف لو عم تمنن؟ كيف لو انه مني؟ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف زار لبنان وعمل برمي على عدد من المسؤولين السياسيين والتقاهن وحمل بإيده سلة من الهبات اللي هي بدون مقابل حابة تقدمها إيران للبنان. وبطبيعة الحال اختلفوا القوى السياسية اللبنانية مثل ما بيختلفوا على أي شيء، شيء مع الهبة وشيء ضد الهبة، واللي ضد الهبة هو لأنه ما بيقبل هبة إلا من جهة واحدة، ما بيقبل من هون وهون. إيه عنده مبدأ. حلو كتير. شو حيصير يعني؟ حناخد هبة ولا ما حناخد هبة؟ يعني في كهرباء وفي دفاع جوي وفي الأخبار ولا ما في؟ ما بنعرف. بس في سؤال أنا حابب أطرحه، يعني كيف يعني هبة بدون مقابل؟ يعني إيران بدها تقدم لنا هبة بدون مقابل، يعني كل هذا الوضع اللي هو فيه لبنان بالحضن الإيراني ما في بدون مقابل؟ عم كيف لو ما مقابل؟ أنا بفهم إنه إذا واحد عزم رفيقه عم نقشة زعتر بيطلع من دينه، كيف إذا مصالح دول؟ قالوا كتير. ننتقل لجلسة مناقشة البيان الوزاري اللي هي جلسة إعطاء الثقة للحكومة اللبنانية اللي تشكلت بليلة وضحاها بعد 9 أشهر تعطيل جراء التهديد الفرنساوي. النائب حسن فضل الله طلع على المنبر وحكي حكي كتير بيتعلق بالفساد، وأهم شيء قالوا دولة منهوبة اليوم، الشعب اللبناني شعب منهوب. كيف عرفتها هاي؟ مين خبرك عن جد في فساد بلبنان؟ البلد منهوب؟ أعتقد. طب عفوا ما زال حضرتك عارف انه في فساد بلبنان، حضرتك عارف كل هيدي الملفات ومن زمان مش من هلا، وكل مره بتطلع بتقلنا انا بعرف وانا بحكي وانا ما احكي. ما احكي شو عندك يعني؟ انت كنائب بالبرلمان اللبناني شو شغلتك؟ ما عندك دورين، تشريع ومراقبه ومحاسبه السلطه. طب ما زال تعرف انه في هالقد فساد؟ سمي بالاسماء، شير لهذا الموضوع. شو عندك؟ ما بيخلوك. النائب جميل السيد كالعادة ولع امبارح بمجلس النواب وحكي شيء كتير خطير بيتعلق بملفات داخلية بوزارة المالية وبالقصص ألعاب تحت الطاولة. خلينا نسمع شو قال. يعني الصندوق لسندات خزينة لصالح وزارة المالية 600 مليار. هذا كلام مش صحيح ابدا. اذا بتريد مش صحيح، اذا كمان مش مزبوط كلامك. ولعت مش مزبوط هالكلام. لحظه يا شباب، لحظه شوي. عندي يا شباب، خلص والله انا بحمل، خلص روق يا حاج، يا جميل سيد، روق يا شباب، خلص عندي روق، انا بحل الموضوع، مش محرزه. وبعدين فساد وفسدين وفسفودي وفسفدي وفلملم. بدنا ناكل خبز نظيف، بدنا نعيش، بدنا مشاريع، بدنا شغل. هذا الحكي كله ما بينفع. قبل ما نختم، بما انه المواضيع ما بتاخذ معنا اكثر من يوم وعم ننساها، بدي اذكر انه بالدوله القويه وبالعهد القوي وبالدوله اللي الحكومه اللي عم توعد المواطنين انه هي بدها تعمل اشياء وبدها تعيش المواطن برفاهيه وتبني دوله قائمه على حقوقه وواجباته وعلى مبدا المواطنه، في مواطن اسمه جورج زريق وصلت معه للآخر وقرر أنه ينهي حياته، قرر أنه يحرق حاله على أنه يضل عايش على قيد الأمل بهيك بلد. على فكرة كلنا جورج زريق، كلنا وصلنا لهيدي المرحلة ويمكن عم نحرق أنفسنا معنوياً مش جسدياً بثقتنا فيكم. ما بعرف لمين رح توصلونا، إن شاء الله ما توصل معنا كلنا ونصير مثل جورج زريق. الرحمة لإله والرحمة منكم لإلنا إن شاء الله. بكفي.
الحمد لله على السلامة. هاو ياسر. يلا. شو التفاهم والاتفاق والفهم والعمق هيدا؟ لا، واخر شيء ختم تصريحه وقال انه هو ما